وصلنا لمحطتنا الختامية ليلى، وكنا عم نحكي تحت الهواء هلا عم ندردش مع ضيفتنا بالعموم بشكل عام كلياتنا، ومع تقلب الفصول وايضا تغير المهام والتوقيت وغيرها بنعمل بعض الممارسات الخاطئة على بشرتنا وايضا على يعني خليني اقول بكل شيء بالعموم، وبتكون هاي الممارسات إلى آثار سلبية أكثر من آثارها الإيجابية. تماما سلمى، يعني رح نتوقف بمحطتنا اليوم لنحكي قديش في مواد بنستخدمها على بشرتنا، قديش هي خطيرة ما بندرك نحن هذا الشيء، أحيانا بجوز تكون شغلات طبيعية، أحيانا نحن بنأذي بشرتنا، النوم بالمكياج، حتى يمكن التعامل مع أطفالنا بأي شيء بعملية التنظيف أو شيء، حتى استخدام مواد التنظيف أحيانا صحيح. بشكل كثير كبير ممكن يأذي إيدينا، ممكن يأذي البشرة. خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع والناس مع دكتورتنا الاختصاصية الجلدية الدكتورة هالة الحوش. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير لكم وصباح الخير لكل اللي عم بيشوفونا اليوم. يسعد صباحك دكتورة، وسهلا فيكي. خلينا نبلش معك، يمكن في كتير هلا بما انه كنا قبل شوي عم نحكي عن المدارس والاطفال وهيك، فحنروح لاول شيء بخص شوي المدارس. مع بدء العمل الدراسي بتبلش الام لحتى تخاف يعني على اولادها انه يلقطوا فيروسات او يصير معهم شيء، بتكثر انواع المنظفات اللي موجودة معهم، من الجيل المعقم للإيدين للكحول للمحارم المعطرة لا لا لا. هل هي كلياتها تعطي تأثير إيجابي وما إلى تأثير سلبي، وكيف لازم تتعامل الأم مع هذا النوع؟ يعني بدها تعقم وتحافظ على النظافة بس ما يصير في شيء زيادة عن حده مثل ما بنقول. هلا ما في شيء نحن بنستخدمه لحتى نحمي حالنا او لوقايتنا من كثير من الامراض الا ما بيكون له تاثيرات جانبيه غير مرغوب فيها اذا نحن استخدمناه بطرق خاطئه او بطرق غير مدروسه. يعني مثل ما تفضلتي وحكيتي، هلا الامهات بيبقوا بالعاده هلا مع بدايه الفصل الدراسي بصيروا بخافوا من اولادهم انه يلقطوا عدوى جرثوميه فيروسيه، تواليل امل، بعض انواع كورونا، رشح، تماما الجريب. فبصير بقى كثير انه بتقول له لابنها مثلا انه بدل مثلا هن في بعض انماط مثلا المدارس او شيء، مثلا الطفل بيكون كثير صغير يعني ما راح يعرف هو كثير يهتم بحاله او يدير باله صحيح. او ينزل يغسل ايديه كثير منيح بالمي والصابون، فمثلا بتستبدلها الام بتقول له خذ معك مثلا التيشو او المحارم المعطره وانه كل شوي انت نظف ايديك فيها. او هن حتى السيدات احيانا ما بيكون عندهم هن كثير الوقت الكافي، فبتصير هي بقى تنظف ابنها بالمحارم المعطره، وخاصه هلا او بالاحرى بتصير بتحممه وبتمسحه من فوق لتحت صح. وخاصه لما بتصير الدنيا شتاء والجو بصير ابرد والمي الدافيه بتصير بقى قليله، وخاصه اللي عندهم بيبيات صغار فما بصير عندها كثير وقت، فبتصير انه دغري بتمسح بالمحارم. هلا هي المحارم انت لما تستخدميها لفترات كثير محدوده، كنتي مثلا برا البيت فتره طويله، سفر، يعني انه فتره مره مرتين مضطره، بس ما بصير انت بشكل دائم تستخدميهم. هي بتتكون التيشو هي من مواد كيماويه، هي من مشتقات نفطيه، كمان هي مضاف عليها بعض انواع المعطرات الكحول، هي بتغير من الفلورا الطبيعيه يعني من الجراثيم، من التوازن الطبيعي للجراثيم الموجوده على سطح الجسم. فبصير وخاصة أنه بشرة الطفل كتير حساسة ورقيقة، فبصير معرض أكثر للعدوى الجرثومية والفطرية والفيروسية أكثر من غيره، بدأ ما يستفيد بينضر تماما. اضافه لمشكله الاكزيما والحساسيه اللي بتصير، يعني البشره هون انت كثير رقيقه، فبصير الطفل معرض اكثر للاكزيما، معرض اكثر لمشاكل الحمار، التخريج من هالمحارم. هلا المواد المعطره الموجوده فيها لحتى تعطينا هالريحه الحلوه وتروح مثلا ريحه العرق او مفرزات الجسم، نفسها لما بتستخدمها الام للبيبي الصغير وخاصه لوشه وحول فوهات الانف بيعرضوا اكثر لمشاكل الربو والحساسيه الصدريه، وهي بجوز ما عم تعرف ليه. مثلا بتقول لك انه ابني زادت عنده هي الهجمات او بلش يتحسس اكثر، بلش يصير عنده مثلا سيلان انف، هي المشاكل وهي ما عم تعرف انه سببها هدول المحارم. حتى في بعض الدراسات الحديثه بتقول لك، بعض الدراسات والمراجع الجديده بتقول لك انه ترتبط هي المحارم المعطره حتى بحالات الحساسيه الغذائيه عند الاطفال الصغار، انه هي بتاهب انه يصير في نحن عندنا اضداد مناعيه بالجسم، ويصير الطفل اكثر معرض لمشاكل اضطرابات الهضميه والحساسيه الغذائيه. هي احدث الدراسات يعني العلميه بهذا المجال.
تماما. خلينا هلا نروح من عالم الطفل، هلا دورنا نحن سلمى. صحيح. نحكي كثير صبايا وفي كثير اخطاء شائعه بمارسوها لبشرتهم. اول شيء ممكن تكون طريقه الميك اب الخاطئه، التعرض للشمس او النومه بالميك اب بدون ازالته، ممكن هذا الشيء يتكرر. قديش هذا معنه عوامل سلبيه؟ هذا عم يتكرر معنا كلنا. هلا بس بحب خبركم انه نحن كل يوم بننام فيه والميك اب على وجوهنا بكلف البشره 7 ايام لحتى ترجع ترمم نفسها وتتخلص من هالجذور الحره المؤكسده. انت سمعتي المؤكسده والضاره هالحديث من الدكتوره يعني لاكثر من مره منبهتنا عليه. كل يوم بننام فيه بالميك اب فانت بكلف بشرتك 7 ايام لتترمم، فما بالك بانه هالعادة عندهم إياها بشكل كتير دائم ودايماً بيناموا الميك اب على وجوههم. هلأ الميك اب قد ما كان من براندات مهمة وفيه مثلاً خلاصات عشبية وفيتامينز وواقيات شمس، بالنهاية هي مواد كيماوية بيكون فيه مثلاً مركبات مثل السيليكون بتسد المسام، ما بتخلي البشرة تتنفس، ما بتسمح لها أنه تفرز هالمفرزات الدهنية خلينا نقول اللي هي ضرورية لترطيب البشرة. مع الوقت بتلاقي السيدة انه بشرتها صارت باهتة، ما فيها نضارة، صاروا المسامات عندها اوسع، صار في تعب، صار عندها زقانات صارت اكثر. بعض انواع حب الشباب بيكون مرتبطة باستخدام الميك اب وانه نحن عم ننام فيه فترات كثير طويلة. الميك اب بكسر الياف الكولاجين فبيعمل لنا شيخوخة جدا مبكرة وبزيد من التجاعيد اللي هي اوريدي موجودة، فبترك تأثيرات كتير سلبية على الجلد. وقامت بتلاحظها السيدة على المدى البعيد بعد سنين كتير طويلة هي بتلاقي انه هي فعلا اذا بتقارن حالها بأقرانها لنفس عمرها واللي هن بيهتموا بصحتهم وبجلدتهم وبيخففوا كتير من هالمواد الكيماوية، بتلاقي حالها انه هي مبينة اكبر منهم بسنين اكتر، بشرتها مانا صحية، عندها كتير مثلا بقع، تباين لوني يعني لون الوش مو كله مثل بعضه، يعني اماكن افتح من اماكن بالمتجر. تماما يعني بين انه بشرتها مرهقه ومتعبه واكبر من العمر مبينه بالنسبه للي بيكونوا بنفس عمره. انت مع انه تنظيف البشره، في اشخاص بيقولوا انه بنحط سيروم او هلا كثير عم يتبعوها او مرطب، في ناس بتقلك لا لازم البشره ترتاح من كل شيء، اي الافضل؟ هلا دائما نحن لازم ننظف الميك اب باي مزيل ميك اب موجود عندك بالبيت ضروري. بعد ما ننظف الميك اب بمزيل الميك اب ضروري نحن نغسل، لازم وراي يكون في غسول لحتى نضمن انه ما ضل بقى فيه على الجلد ولا اي شيء من هالمواد موجوده على الجلد. هلا الاهتمام بقى روتين العنايه، كل سيده لازم يكون عندها روتين سكين كير يومي خاص فيها حسب نوع بشرتها سواء كانت طبعاً جافه ولا مختلطه ولا دهنيه، وهي اللي بتختاره، ممكن تختار سيرومات كريمات، واقي الشمس حتما يعني لازم يكون موجود بكل روتين عنايه يومي. ومثل ما حكينا نحن انه كل انواع مثلا الكريمات والسيرومات الغنيه مثلا بفيتامين اي ما بيمنع من ترطيب البشره بالليل. تماما هدول كثير ضروريين، بيرطبوا البشره، بكونوا كولاجين جديد، مضادات اكسده، بفتحوها، توحيد لون، وباخروا الشيخوخه لسنين كثير طويله لقدام. دكتوره هلا يمكن هلا بالفتره الاخيره ومع انتشار طبعا الدعايات والاعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، صارت كل سيده او صبيه بتفتح بتلاقي 100 اعلان لمستحضر تجميل وطبي وكله بيكتب لك هاي العناوين البراقه تبع استخدمي هي، انا استخدمتها باسبوع صار وشي ما في احلى منه، واللي بدها تعرف كيف بدها تتخلص من دون بوتوكس ومن دون فيلر ومن دون بعطيكي كل شيء طبيعي وكذا. صرنا عم نشوف استخدام بعض المواد المقشره اللي هي طبيه وعاده لا تستخدم للاشخاص العاديين مثل الرتان وغيرها من المواد اللي هي صارت بعض الماركات عم تنزل على النت، انه استخدمي هاد كل يوم بصير وشك ما في احلى منه. طب انا بقدر استخدم هيك شيء من دون ما يكون عندي وصفة طبيه او عندي مثلا انواع من الحبوب اللي هي الغائره، انا بحاجه لقشر طبقات من الجلد، هل هذا الشيء صحيح برايك؟ هلا هو اكبر غلط بيراجعنا بالعيادات وبشكل يومي الصبايا اللي بيستخدموا الريتان بس مشان ياخذوا نضاره للبشره، هو اكبر غلط ممكن انه يعملوه. اول شيء الريتان هو مشتق من فيتامين هو اسمه التجاري ريتان،
هو دواء جدا فعال بعلاج حب الشباب العقيدي الكيسي او حب الشباب اللي ما استجاب للعلاجات الاخرى سواء كانت صادات اللي بتكون حبوب كبيره ولا اثار عقيدات مثل الجدري تقريبا خطاطات تماما او حب الشباب اللي فيه كثير سكارز ندبات او اللي ما استجاب للعلاجات الاخرى الفمويه مثل الصادات الحيويه او الموضعيه او الناس اللي عندهم كثير زؤانات كمان هو له استطبابات لعلاج امراض اخرى بالامراض الجلديه اخرى. هو الدواء بيخفف كثير من افراز الغدد الدهنيه فبيخفف من الدهون فكثير ناس اللي بشرتهم دهنيه فبيقولوا وما عندهم اي مشكله ثانيه فبيفكروا انه اذا هن اخذوا الريتان لفتره هن رح يتخلصوا تماما يعني هلا بنشوف مع بدايه فصل الشتاء بالشهر العاشر وال11 كثير صبايا بيجيبوهن لحالهم بدون وصفه طبيه انه انا بدي قشر بشرتي بعد الشغلات اللي تعرضت لها بالصيف تماما هو هذا اكبر غلط. نحن عم نحكي انه هو وين يعني له استطبابات معينه بتاخذ بتراكيز معينه تبعا لوزن الجسم مو كيف ما كان يعني انت ما فيك تاخذي والله جرعه 10 ولا 20 بيعمل تقشير وهو فظيع. الدواء له تاثيرات جانبيه قد تكون جدا خطيره اذا ما استخدم بالاستطباب الصح تحت مراقبه طبيه في تحاليل دمويه معينه نحن بنطلبها من المريض بشكل دوري وشهري لحتى نتاكد من سلامه بعض الاعضاء لانه هو دواء ممكن يعمل لك مع الوقت ارتفاع بخمائر الكبد ارتفاع بالشحوم والكوليسترول اضافه لارتفاع سكر الدم بيعمل لك جفاف بالجلد والأغشية المخاطية فبتلاقي كل اللي بياخدوه مثلا صار عندهم تساقط شعر بعد فترة صار عندهم جفاف حتى بالعيون بالشفاف يعني تلاقيها هي علامة واضحة للي بياخدوه بتلاقي كلهم شفاف صار كتير حلوة الجفاف حسب كل شخص طبيعة بشرته ولا هو هيك طبيعة الجفاف معظم الأشخاص عند معظم الأشخاص يعني هو أحد تأثيراته الجانبية واللي هي شائعة جدا واللي بتظهر عند معظم اللي بياخدوه إضافة لتأثيرات ممكن يكون هو مثلا مشوه للأجنة مثلا المريضة اللي بدها تاخده ما لازم تكون حامل خلال فترة العلاج ولا بعد انتهاء الدواء لشهر لأنه بيتخزن بالنسيج الشحمي فبيضل موجود بالجسم حتى لما أنت بتوقفيه يعني أنت مثلا وقفتيه هلأ هو بيضل بجسمك ممكن شهر شهرين ثلاثة لحد ست شهور حسب أنت قديش عندك سماكة النسيج الشحمي الموجودة بالبطن بالخواصر بالورك ممكن يأثر على تماماً بيأثر فنحن دايما بنقول للسيده قبل ما تاخذيه بشهر لازم تعملي اختبار حمل يطلع سلبي وخلال فتره علاجك ويفضل بعد ما توقفيه بشهرين حتى تكوني بالسيف سايد تعملي اختبار حمل ولازم يطلع سلبي بده وسيلتين منع حمل هو بيأثر على موانع الحمل الفمويه فلازم السيده تستخدم وسيلتين يعني هي وزوجها يفضل خلال فتره العلاج مشان ما يصير نحن عندنا حمل بالغلط تضطر لاجهاض اساسا هو بيعمل اسقاطات متكرره ومشوه للاجنه مثبت يعني فهو دواء منه دواء سليم اذا ما له استطباب صح. وبده متابعه طبيه فنحن دائما بننوه ومناكد انه الريتان ما بيتاخذ مشان نظارة البشرة هو دواء له استطباب لأمراض معينة وبده متابعة طبية حتى يعني إذا كان في تصبغات بالبشرة ما بتستفيد البشرة وقت أخذته هون لهذا الريتان هلأ علاج التصبغات علاجه الأساسي علاج التصبغات متنوع حسب شو هي حسب عمقها حسب انتشارها ممكن أنت تعملي جلسات تقشير موضعية ممكن تضطري لأجهزة تقشير بالليزر بس ما روح تماما هو منيح مثلا للناس اللي بشرتهم قابلة انه تعمل سكارز ندبات بخففها كثير مثل ما حكينا بعض انواع الزؤانات اللي عم تكون معنده كبيره منتشره حب الشباب العقيدي الخطاطي اللي ما عم يستجيب لعلاجات ثانيه احنا ما بناخده بطريقه عشوائيه بس لانه انا عندي بقعه صغيره ولا عندي شويه مسامات او بشرتي دهنيه زياده عن اللزوم صحيح. ومننوه على قصه الحمل كمان في شغله نحكي فيها انه المريضه اللي بتاخذ ريتان ما بصير تتبرع بالدم كمان هي نقطه دائما بننوه عنها مشان هي ما ياخذوا الدم وينقلوه لمريضه ثانيه تكون هي حامل وما نعرفان صحيح دكتوره بالفتره الاخيره كمان صرنا عم نشوف بعض الدعايات لاعلانات اللي هي العنايه بالبشره او انه مثلا واحد راح يقشر او يعمل عنايه بالبشره جلسه هي متعدده خمس ست مراحل كل مرحلة مثلا في نوع من أنواع الأشعة بتنحط على الوجه حمراء زرقاء ما بعرف ألوان متعددة وبيحطوا مواد إنه هذا كلياته
نوع من انواع العنايه نضارة. المختلفه اللي بتعطي نضاره. في اسئله كثير الناس بتسالها، يا ترى هي الاشعه هل لها تاثيرات جانبيه؟ هل انا لازم اكتفي بالاساليب التقليديه اللي كانت سابقا المنظفات وما الى ذلك، ولا لا هي الاشعه سليمه؟ كمان حتى اللي بيستخدموا شيء للاظافر، يعني كمان هلا من جديد صرنا نسمع انه في دراسات تجرى حاليا حول نوعيه الاشعه المجففه للمواد اللي توضع على الاظافر انه مؤديه للسرطان او لا، فشو رايك بالموضوع؟ مزبوط. هلا نظرا لضيق وقتنا كلنا وانه منظر الاظافر لما عم تكون معموله بالجليش، يعني انه السيده مثلا ترتاح تحافظ فتره طويله، تحافظ فتره طويله عليهم، منظرهم ممكن انه يكون انيق اكثر خلينا نقول جماليا. تمام. بس بالمقابل انه نحن هي المواد اللي عم تنحط على الاظافر لفترات كثير طويله طبعا لها تاثيرات جانبيه وسيئه جدا، يعني على المدى البعيد بتلاقي انت بعد فتره انه ظفرك الاساسي متكسر، صار رقيق اكثر، هش اكثر، حتى الجلد تحت الاظفر تعب. مثلا الصبيه اللي عم تعمل لك اللحميه، نحن لا تنسي انه هي الجليده، هي الطبقه هي الموجوده هون، هي لتحمي هالظفر هذا او نهايه نقول نهايته، انه لتحميها مشان ما تكون مدخل لفيروسات او جراثيم، لفطور لجراثيم. انت ممكن مثلا تاخذ هي جزء اكثر من المفروض انه هي تاخده وانه انت تاهبي، لانه يصير عندك مثلا داحس مزمن او انه انت فطري على المدى البعيد ممكن انك تشوفي المواد نفسها، ممكن انه هي تحسسك. كثير في ناس مثلا بتقول لك انه انا بعد ما عملت الجلسه صار عندي حمامه، ورم، حكه، اكزيما. هلا الاشعه هي بحد ذاتها اللي بيستخدموها للتنشيف هي اشعه منا مدروسه، واثبتت الدراسات الحديثه انه هي بتسبب اذيه بدي ان اي الخلايا بنسبه 20%. يعني انت كل مره بتفوتي فيها ايديك ولو لفتره كثير بسيطه بالجهاز وبتطلعيهم، فانت عم تعرضيهم لهي الاشعه اليو في اي واليو في بي، فهي نفس الاشعه حتى اللي تستخدم حتى تعمل تان سولاريوم، كلها هي بالنهايه مسرطنه على المدى البعيد، لها تاثيرات الجانبيه بنسبه 20% بتعمل اذيه بدي ان اي الخليه، وهذا الشيء مع السنين طويله لقدام مؤهب لسرطانات الجلد باشكالها، لانه انت هون صرتي تعرض مباشر ومتكرر وعلى مدى سنين. الشغله الثانيه انه هو بأهب لشيخوخه كثير مبكره بالبشره وبالايدين، انت عم تعرضيها لهالاشعه بشكل متكرر، عم تكسري الياف الكولاجين والالاستين، فانت بتلاقي انه ايديكي بعد 10 سنين فصار فيهم شيخوخه كثير مبكره، جلدتك صارت رقيقه اكثر، الاوعيه الدمويه فيها صارت ظاهره اكثر. عداك عن مشاكل التصبغات والبقع، كثير في ناس بيشكوا انه انا بعد فتره صاروا مثلا ايدي اغمق، صبغوا اكثر، بس بتلاقي باعمار فوق ال50 صار عندها مثل البقع شيخيه او ضيائيه، يعني صارت واضحه اكثر وعم تظهر لها بشكل اكثر من العاده. فاكيد كلهم لهم تاثيراتهم الجانبيه، ومثل ما حكينا الدراسات الحديثه بتقول لك انه هن بيأهب لسرطان جلد وبيخرب 20% من دي ان اي الخلايا بكل مره بنتعرض فيها نحن لهالاشعه. أكيد للأسف كلنا عم نتعرض، يعني تماماً نضطر. حتى الليزر دكتورة له علاقة بهذا الشيء؟ له كمان تأثيرات سلبية على المدى البعيد؟ ليزرات إزالة الأشعار هلأ يعني هلأ ليزر نمط عم تستخدم بكثرة، نمط الأشعة المستخدمة بأجهزة ليزر إزالة الأشعار أخذ FDA، يعني موافقة منظمة الغذاء والدواء العالمية، هي إلى تارجت معين بتدمر فقط ميلانين الموجود بجريب الشعرة إلى اختراق معين للجلد، هي ما بتفوت للطبقات العميقة، وهي مختلفة عن نمط الأشعة اليو في اي واليو في بي الموجودة بأشعة الشمس، هي تماما نمط آخر من الأشعة ومن أطوال الموجة، أو أحيانا بيكون التارجت تبع الأوعية الدموية الدقيقة اللي موجودة حسب كل ليزر نحن لشو بنستخدمه، يعني لشو نوع استطبابه لتصبغات لأوعية لإزالة الأشعة. بس فينا نقول إنها ما لها أي تأثيرات من الشركات العالمية المدروسة الأخذة FDA، طبعا هي أجهزة مدروسة السيفتي تبعها والأمان تبعها لسنين قدام وما لها أبدا أي سايد إفكت، طبعا إذا استخدمت باليد الخبيرة وتحت طبعاً إشراف طبي لحتى كل سيدة ينحط لها العيارات اللي بتناسب جسمها ولون بشرتها. أكيد. بس الكل العموم كل هدول الأشعة بتأثر على الحمل، لهيك بيقولوا دائما طبعا أنه السيدة اللي حامل ما بتعمل لا أظافر ولا بتعمل حتى جلسات ليزر، طبعا لأنه الحمل بحد ذاته هو حالة خاصة والسيدة الحامل طبعا بتكون معرضة أكثر
اكثر من غيرها لمشاكل ولا اختلاطات، وانت حتى لو كان مثلا هذا الشيء مثبت فعاليته انه هو امن اثناء الحمل، فانت دائما بتصير المريضه يفضل انه ما تعمل شيء خلال الحمل، فبتصير اذا بصير معها لا سمح الله اي مشكله فيها دائما بتربطها انه بسبب الشيء اللي انا عملته حتى لو كان علميا مثبت فعاليته. وارتكاز الاجسام يختلف من جسم لاخر، يعني ممكن سيده تعمل هيدا الشيء وما يصير معها تاثير جانبي، وغيرها تطبق نفس الاجراء بنفس التركيز بنفس اليد الخبيره ويصير مع اختلاطات. يعني بالنهايه بالطب ما في واحد زائد واحد يساوي اثنين، استجابه الاجسام تختلف من جسم لاخر، المناعه، التغذيه، الوراثه، الجينات طبعا. نمط الحياه بيفرق بين شخص واخر. اكيد اكيد دكتوره. هلا هيك بدنا نصائح اخيره منك هيك بهيك بلمحه سريعه، يعني للامهات كيف يتعاملوا مع اطفالهم، لنحن كيف نتعامل مع بشرتنا هيك بشكل سريع. هلا لكل حدا فينا ضروري نحن نهتم بجلدتنا وبشرتنا مشان نحن ناخر شيخوختنا لسنين لقدام، بس نحن دائما لازم نحن دائما لازم نستخدم منتجات العنايه اللي بتناسب جلدتنا تحت اشراف طبي، ما نلحق الدعايات العشوائيه. في اخطاء كثير شائعه ما بصير نحن مثلا اذا رفيقتي استخدمت هذا الشيء فهو بيناسبني انا فيني طبعاً. اني استخدمه، فبنرجع بنقول نحن ضروري كل حدا فينا يهتم بحاله، نحاول ناخر هالشيخوخه قدر الامكان لقدام، نعالج المشاكل اللي هي اوريدي موجوده، بس مثل ما حكينا ضمن تحت اشراف طبي وضمن الاشياء المثبته سلامتها وفعاليتها على المدى البعيد. اكيد. بالختام نشكرك دكتوره هلا وعلى كل المعلومات اللي دائما بتغني صباحنا فيها. شكرا لك. شكرا كثير لك وعلى المعلومات اللي قدمتي لنا اياها.